اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ذا تشالنج على سونغو. قبل ما نبداو الحلقه نتاع اليوم ابوني ولايك وكومونتير نتاعكم واعطيونا رايكم في الحلقه نتاع اليوم. اليوم ضيوفنا زياد الجندوبي وصلاح الدين السكوحي. مرحبا بكم. مرحبا رغم، مرحبا بالناس يتفرجوا فينا الكل. سي سلاح مرحبا بك زياد، مرحبا رغم، مرحبا بالليكيب الكل وباللي باش يتفرجوا معنا. عندي مده مريتك شيء الحلقه اي مده هيك مده اي توحشتك خويا، وان شاء الله نربح في كنف الروح الرياضيه معنا وكهو هذيك معاملي على سي رغم معنا و تنعاونك بس نعدي لك حاجه والحياد باه جوك باه جوك باه. زياد عندك كونتينيو انت على الانستغرام تيك توك اليوتيوب يظهر لي زاد با يوتيوب ليه يوتيوب ليه مازال ان شاء الله ما عادش قصير جنبي يحب له برشا وقت اعتزل لك اي مسالش 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 تخدم على روحك ان شاء الله ربي يعينك مزيان على الاخر. شنو هي لابيلوت؟ لابيلوت دونك كونتوني فوتباليستيك يحكي على حكايه الكره، وعملنا كوفرتور الحمد لله نتاع دو كان مصر وكوديفوار ديرنيرمون كوب دي موند، ومازال الخير جاي بقدره ربي. قدره ربي ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقك في المسير نتاعك. ادخلوا تفرجوا في كونتوني مزيان على الاخر يعجبني. صلاح شنو علاقتك بالكوره؟ والله مغروم قبل كل شيء معناه، وخدمتي ديما كانت معناه عمري ما خدمت هكا حاجه سبور سبور كانت دي السبور، اما مغروم هذه الحاجه كيما تونس الكل اي اكزاكتومون كيما تونس الكل شوي ونخدم شوي انا ديما على الجانب الساخر معناه في كل شيء. لما حاله تو بديت في الكوره اكثر ندخل في الحاجه هذه، نحسك اللي حاجه معناه به بين غرامك بالكوره وبين خدمتك تتصور حاجه تلقاو الزوز ولا حاجه تخلق لك برشا اعداء ما يستر الله. لاباس 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 قدرة رب ان شاء الله. خلينا نشوفوا هاو اليوم باش نجربوا الثقافه الكرويه نتاعكم الزوز رغم اللي ماهوش مقياس راهو 100% معناه الاسئله هذوما تنجم تكون عندك المعلومات مي تغيب عليك الريفلكس بالوقت ما لبس انا عملت طلع حلقات راه شفت حلقات سابقه هكا جاوبهم الكل ليه مش الحق ليه مش هكاك تحس سبحان الله تنجمك اللي على طرف لسانك ساعات اللي فما اسئله بالحق معناها كيس حيس معناها تصور تاع واحد مش متبع معناها ساعات مول المول ما يعرفش في بالوش كارير وكيك ما يتفكرش دارهم فيه ولا مش بيك او روغي انا نتبع خويا واحده واحده. باهي سيدي نبداو الفقره الاولى اللي هي نون ستوب. السؤال الاول سمي انديه من شمال افريقيا ما عدا تونس. خلي معناها تحبش خليها للاخر. الجزائر ليبيا المغرب مصر وموريتانيا فرق الدرجة الأولى. باه نبداو زيادة. لمساء الإسماعيلي فاس بيراميدز الواك بديت نوح على الزمالك فما المعروف الرجاء أهلي طرابلس ستيف أهلي بنغازي دوني انا بديت نعد راكش في ليبيا صلاح قرب الجيران نادري هذا اخوي ليه خمس مولدية قلناها مولدية قلناها ام سي ا وشنو يبداو بالفرنسي وبالعربي باللونجلي على سي لاون سي لاون ليك لولا زيد الاهلي المصري الاهلي المصري هاي مسميناش الاهلي سي لاون الاسماعيل الاسماعيل اتقالت اسماعيل قالت انا قلت انا قلت ليكس الثاني جاب ربي فما فار جاب ربي فما فار انا توا اي ايش سمى هو قال الاسماعيل ما يسمي حاجه اخرى ولا لا انت عندك انا عندي اكس عندي دوز اكس باراد وزير هاي هاي يا ايش اسمهم سنيفر شكون هم تاع الجزائر سنيفر تاع الجزائر اي فما كيب رايت البليده 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 منك اي باه الجيش الملكي اي حلوة قالت قال ايش وقتاش قال هاي قلت هاي ليكس ربي فما الفار ليكس نول يا رب الحمد لله فما الفار الحمد لله يا رب الحمد لله عندك صحة عليك ليل الله محمد رسول الله سويت سويت اكس دلتا اربعة ثلاثة اثنين الرباط نتاع المغرب هاي الرباط بليش هي الرباط تي الكلوب نتاع الرباط سمي القاهرة نقول القاهرة نقول القاهرة انا والله اش قالك سباسي والله نسيت بعد ما رجعنا للفار ليكس الثالثة زياد البليدة موجودة في الفار مش محايد الدرجة الفار رجع بعد درجين واول نقطة لصلاح الصحوح الحمد لله مشكلة في الفار مشكلة في الفار والله تبين سهلة والله تبين سهلة معناها قسنطينة فوالا فوالا اي فكر دي حاجة دي. سنفر تبين سهلة هي الحق هي سهلة معناها هما تو انت سميت ما نعرفش والله سهلة غير معناها الزاير مغرب ليبيا ومصر
موريتانيا معناه موريتانيا خمسة تبارك الله شو قديش موريتانيا نعرف حتى جملة. فما فيها جمعية به أي معروفين أنا نعرف كلهم الحقيقة هذاك اللي الكابتن أنا ما نعرفهمش ولا يكون نجم نجيبه في موريتانيا يقول لي للسودان ما فرد شامبيونا ولا وانت تقول لي للسودان شفت إيه خطر يلعبوا في موريتانيا لا شيء ثغرات لا شيء ثغرات بديت نفيق ولا هزني نوم قبل الحلقة تو بديت نفيق لك فازت نمشي للسؤال الثاني سمي أندية تونسية فازت بكأس تونس ما مش برشا اي برا شكون يبدا تبدا صلاح نبدانا بيجا اولمبي البيجا همهم الملعب التونسي سيابي النادي الافريقي اسبيرانس نجم الساحل سي سي تنقول لك لا اتحاد المنستيري جرجيس اوه كيس هذا لحظه برك سيوتي جرجيس عندك جرجيس مين مارسا فوالا هذاك هي اللي في مخي انا والله ثقف لوك ات مي والله مثقف قاري البر الحمد لله كل واحد شيخ وفوا واحد معناه اثنين واحد يعطيكم الصحه سميتوهم الكل صافا والله صافا لا لا شوي شوي ما نزوروش شوي لازم كوب في تونس حق باه السؤال الثالث ايوه سمي انديه اوروبيه الحمد لله الحمد لله اسمها معناها بحرف الار ار يبدا بحرف الار ار بر انت يبدا عندك انت زياد ريال مدريد هلا ريال سوسيداد رايو فاليكان راسينغ سانتاندير راسينغ كلوب دو لانس ريكرياتيفو لاهويلف ريم اسبانيا ريمس رين هو قال رين انا قلت رين ريمس ريمس رانس اي روما روما رابيد فيينا باهي 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 راسينغ سانتاندير ليكس لولا زياد بيت ستار باري عندك انت ليكس عنده هو روما قلت قلت لا قلت قال روما ذكرت ليكس لولا سلاح قال ريد ستار ريد ستار سي بون ريد بول سالزبورغ باهي باهي خمس من غير ستريس لا بستريس هذاك هو والله بستريس لازم ستريس ولا واحد ليكس الثانية زياد لا ثانية ثانية اي تحسب اير بي لايبزيغ اي ريد بول لايبزيغ هكا وريد بول الكل اي مش عارف اشهر اشهر واش تعمل لي ولا تخلص عندك زياد ضيعت برشا كنت ماشي في ثنية وضيعت نعرف ذا يعني او فار او رسم سانتاندير او درشنية احسب له ثم مؤامرة خمس لا اربع ما نضحكوش يا ربي يدي الكونسيبت فيه هكا بلا سمعني كيجيبش الموت نشرح ما تقعد تحسب معنا في ضغط قاعد يربح في الوقت قاعد يخمم راهو ثلاثة لا احتراز عند مراقب مقابلة واحد ستار نتاع الاخرى ليكس ليكس ستار بلغراد سميتها مرتين من الحمراء شنو ليكس الثالثه زياد وفي عليك الوقت والنقطه الثالثه شكرا لسلاح 3-1 باش نرمي المقذوفات باش شي 3-1 توا 3-1 3-1 الحمد لله جاتك الاحترام تاعك توا بديت تسخن توا انت شنو الاحترام تاعك سمي لاعبي الفرقه يلعبوا في الدوري الانجليزي الموسم هذا الموسم هذا شكون يبدا صلاح نبدا انا صلاح مش لما فهم فيهم جنسين خاطر لازمني نخمم لك يبدا احسب له خمس جيتنا انا عندي درجه شفت ما زدت تكلم بدي طلع اربع خلينا نمشي يا فرقه لحظه برك معك فرقه اثنين شكون يا فرقه واحد ليكس لولا محمد صلاح شو ما خديشني احمق زيت رأي احمق صلاح درني انا ما تحسه انجليزي شويه اي دو انت سميت نعاود انا خمسه أربعة فرقة شكون فرقة ثلاثة يزرب شوي فك الكونتور يرحم بوك اثنين لا ولا نسيت ولا غبوا على واحد جملة والله ليكس الثاني صلاح ليكس الثاني شو اسمه أجرد متاع المغرب نايف أجرد ايه مام مش على إسباني إكس إسباني مش على إسباني ليكس لولا زيت وقتي مشي مش على إسباني إكس فيريالي مشي إكس مزراوي نصير مزراوي نصير مزراوي مرابط مرابط ليكس الثانية مش على اسمه تركيا تركيا يا رب عندك سلاح لاعب افريقي
خمس لاعب افريقي لاعب افريقي اربعه فانتزي انا من الافريق ثلاثة صحيح ضيعتهم انا ضيعت ليه ضيعت اكس اكس واحد ليكس الثالث اصلاح والنقطه الثانيه تعبت عليها النقطه هذه بديت يا اخي نورمال مانيش استنى مش نورمال راهو اللي صار ساعه فرج ايه تنوري فما قدوس زيد خاطر برشا خرجوا لا برشا خرجوا اونانا الجارديان اونانا اونانا جاكسون لاتاكون تاع تشيلسي جاكسون انا طلعش خممت ديمبابا دروكبا انا بدي من لون شيء مخي قاعد رجعت برشا لديلي صحيت مشيت وقتها عرفت قلت لك السلام واسف ما عرفتك ونلقى في قاعد نلقى في حجه قانونيه كان تاع فولهام هذاك نحب مع اسبانيا لاعب افريقي في الفانتازي صعيبه انا نسيتهم جمله حق اي هو الحقيقه هو حتى في الفانتازي الجوار الوحيد نجم جيب هو ممكن جاكس افريكا شويه صلاح صلاح سنه خاطر انجليزي تحسوا اكثر باهي سيدي نمشيو للسؤال الخامس سمي لاعبين فازوا بلقب هداف الدوري الانجليزي من سنه 2000 الله الله حتى لليوم الله حتى الله لليوم اي برا الله الله يا سلام عندك يا سيدي عندك 24 عام نبدا 24 ملابي انا 24 فما جوهرات عاودوا 24 عام, عام. 24 عام. آه. عندك زياده عندي تيري هوري تيري هوري اغويرو اغويرو وين روني ليكس لولا زياد عندي فيه شك الملك بتبيع كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو اي الان شير اكيد الان شير على اخر القمر اه لا 2000 من 2000 من 2000 نيوكاسل استنى نيوكاسل انا عام به ما 2001 نصور 2002 لا نصور شي شك امبوسيبل انا نشير العاد ما زين شنو لا قبل ممكن قبل 2000 مع بلاك بيرن معناها ولا هو مع نيوكاسل هو من 2005 لا ما فهميش الان شير الله يا غالي ليكس الثاني زيد تعرفش 94 95 لا قديم خاطر 96 وشنو الفرق بين 97 بلي على 3 سنين معناها قطعت في الوقت راه باش يخم عندك سلاح ديميتار بيرباتوف بيرباتوف 2011 هو بيتور 2012 هاي هالاند هالاند هاي وليش مش البعيد انت والله ما نعرف اللاعب الافريقي نجم المنتخب الجابوني اوباميانغ اوباميانغ هاي هاي بالتناصف هاري كين هاي هاي اللاعب نجم كوريا سيد سون سون بالتناصف ربح ربح بالتناصف يربح يتسمى ربح يتسمى ربح صلاح مع بعضهم يظهر لي ثلاثة هم يظهر شوفوا رابعة وكمل هم يظهر لي ثلاثة فرد عام فرد عام ثلاثة فانت ايام بيوت 22 بونتو ثلاثة 21 حاجة هكا 21 اي في ايش اكس هذين عندك لا لا في ايش اكس 22 اه يعني اكس سمحني اكس اي خليال اي عاد عندك لا احسب يا سيد الحكم لحظة برك اي بيتور خمس اربع جيمي فاردي جيمي فاردي اتاكد لي منها بالله الفار خلي فان بيرسي فان بيرسي فان بيرسي موجود فان بيرسي هاي خمس اتاكد منه هو لما هذا نجم نسقط في جورت اثنين دروكبا 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 اذا كملش دروكبا هو ها دروكبا عنا الفار جاونا به يزي من التشكيل ما خديش مير جوار عندك زياده بيتور اسمع انا بشك في واحد ولا غالب مثال شيء فرانك لامبارد فرانك لامبارد عليه وخايب شوي خاطر ماركي برشا ماركا برشا هو ماركا برشا ثم سيزون ماركا مش نورمال هو ديجا البيتور البيتور تاع تشيلسي ثم سيزون ماركا عادي ما نعرفش اسكو معاه ثم شكون ليكس الثالث ليكس الثانية زياد ولا ثالث الثالثة زياد والنقطة الرابعة حكي يا فرانك النقطة الرابعة تمشي شكون من زياد شكون سميناه سميناه صلاح كيفن فيليبس عام 2000 أسل بارك عام 2001 صح انا الكاس اي انا الكاس فولتون اي تي في تي في ويست هام سي فري 4 2 الصلاح الحمد لله يا رب ونمشيو للفقره الثانيه الفقره الثانيه اللي هي لا هذه ان بوين يقربوا شويه يا اخي شويه حلو شنو هيت هنا هيت هيت انا خلطت قصير شنو عمل لك قصير هيت مشكلتك طلع سيقك انت حب سبا سبا هكا في الوسط انا هكا عندي مقابلني اه واو خلينا نعمل زي هكا زياد قرب مره اخو هذه انت بلاي سامحني آه. شهوة خدنا ديما نراها في الافلام في الوتلة آه. من هكا ركبت لي هاي برا خدنا نجم ما نجاوبش تو فهمت هكا ومريك باه هاي برا فقرة ثانية انزل على البوطو نمشيو للسؤال الاول يا فانفان شكون اللاعب اللي فاز بدوري ابطال اوروبا مع ثلاثة اندية مختلفة كلارنس سيدورف اللي جابها صحيحة 4-3 هي مراوة سمحنا السرعة السرعة لحظة ما يسيلش
نحكيه واحد نحكيه واحد ما نحبش نحكي معك. ايه هذه البوزيسيون ديبار اللي عاملها هكا راهي ما تجيش. لا ما يصيرش اقعد. لا اقعد هكا اقعد عادي باه باه نعمل البوزيسيون ديبار كيف كيف الزوز اقعد مرتاح. ما نحبش فرطور وما نحبش فرط بدم. كيفاش تنقط كيفك هو بالله قايد هذايا احتراز حكم مراقب المباراه تنمر. لا لا جست حط يدك هكا هكا حط يدك نورمال شي هكا حط يدك سلاح هاي ها فوالا لا 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 حط يدك عادي حط يدك على الطاوله هكا باه فوالا جاني انا امش فوالا باه ياه. نشوف السؤال الثاني. شكون اللاعب الالماني اللي يلعب تو حاليا في ريال مدريد؟ روديغير اللي جاب والله يقرب اربع لا تو تو قرب فيها كذرب كذرب ايش بدها نعمل له طونجون هنا واحد نحسبوا له بالفرش باش نتصل كامل خويا اربع 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 بدا يرجع كم بدا راني نخاف منها بالعكس يا ربي لا ما تحبش خويا بالميلان خويا هو يحب ريال اذا تمشي معاه انا تمشي كي تزفر ليميسيون احكيو اوكي مريك به اكثر منتخب لعب مباريات في كاس العالم برازيل برازيل اللي جابها صحيحه 5 4 لا مريقلو قدم روح ايش البوزيسيون اش اسمها سيرين تحبش تتمد كعبه بوري كي لاني وضرب ديريكت تنمرت مره اخرى تنمر في اكس عندك انذار صغير تفضل اي دي فرصتي باش تنمر عليك ايش السؤال الرابع وقتاش بدا نظام الاحتراف في تونس 92 غلط ما عادش عندك حق تجاوبه عندك انت اجابه ما غير ما انا اظن كاين مانيش غلط وكان صدقني المولى وكان وفقني ربي 98 غلط زاد سنه 1994 وانا اقرب دونك ناخذ بوان ستاير بوان لا لا ما عندك ما تاخذ خمس اقرب لا ابعد اقرب باه جيت السؤال الخامس من النادي الصفاقسي لاي نادي انتقل اللاعب ياسين مرياح اولمبياكوس اولمبياكوس اللي جابها صحيحه نستنى فيك تدخل ندونك والله نستنى في ندونك اقسم بالله ما حسيتو مريح فم تعويج والله نستنى في ندونك حسيتو مريح ما عرفتش هذا سكور سليب سامحني 5 5 يعود سكوحي كاس حلابه كاس حلابه زين باهي 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 الفقره الثالثه نجم الملاعب باش نعطيكم مسيره نتاع لاعب اها وانتم تقولوا لي شكون دو بوان على الدخله كبير النجم الاول هو لاعب حالي مازال ينشط او مازال يلعب بدا مسيره نتاعو في فيتوريا البرتغالي سبورتينغ لشبونه البرتغالي ستاد رين الفرنسي ليدز يونايتد برشلونه الاسباني رافينيا رافينيا اللي جابها صحيحه برافو صلاح انا ذيك مش 6 5 ليه انا خاطر تعرف علاش رافينيا انت جو انت فاس مازال يلعب ما نعرفه كين في ليدز في ليدز كهو ما نعرفش أبار ليدز وبشي البرسا ما نعرفش حاجة أخرى على حياته دارهم حتى أنا راني كي نخدم في هذا وقتها مش عارفه يكور الحقيقة رغم اللي نحبه برشا سنة يام في روندمون سنة تبارك الله عليه عالمي تبارك الله سلموا عليه بالله سلموا عليه وسلموا تفرج تحية رافينيا أحلى رافينيا بومجية أحلى رافينيا بومجية باه اللاعب الثاني هذا مسيرته قصيرة هذا أيوه بدا المسيرة نتاعو في شالكا الألماني مان سيتي بايرن ميونخ ساني ساني اللي جاب صحيحه برافو ساني برافو صلاح ساني السلام عليكم مزيان مزيان السؤال اللاعب الثالث لاعب معتزل قديم هذا بدا المسيره نتاعو في دينامو كييف الاوكراني شوف شيك لول والله لول زياد اللي جاب من ناحيه اللي حد زياد جاب صحيح اكثر من بابا دو فوا زياد سبعه سبعه برافو زياد صحه به والله يعطيك صحه زياد توقعتش اسمع تو تكمل تربح هنا مش مشكل يلعب وحده اللاعب الرابع هو لاعب حالي قعد فسك زياد ليه والله ليه والله والله شو هذا وين كان مش والله فدك عليك والله فدك انا شنو كيفاش مفسك بالشات جي بي تي بالذكاء الاصطناعي ومازلت تعمل حاجه اخرى باش نحكي معاك بالذكاء الاصطناعي ماذا بينا كمل تلعب خويا رايد سيب التليفون وتلهيها في المسيرة بتاع جواريت تلهيها في المسيرة والله يجيلك برشا حاجات والله يبعث الشفشينكو اللاعب الرابع هو لاعب حالي مازال يلعب بدا المسيرة نتاعو في برين النرويجي مولد النرويجي هالاند اللي جابها صحيحة هالاند 9 7 هالاند برك لا فما 9 7 اللاعب الخامس هو لاعب معتزل
بدا المسيرة نتاعو في لومون الفرنسي، غانغون الفرنسي، اولمبيك مارسي. دروكبا، دروكبا اللي جابها صحيحة، برافو زيد. دروكبا صح، برافو والله، برافو ديكالي. ولا برافو. 9-9 حل يديك يبيه، واضح قارب برشا. ولا وحتى كي تمشي يمشي دو بوين، يمشي معك دو بوين. اي جاوكم به الند بالند، ترخي تموت. حلو، توا باش نمشيو للفقرة الأخيرة، الفقرة الرابعة اللي هي التيم. كل سؤال على دو بوين، باش نعطيكم زوج جوارات وانتم تعطيوني ليكيب اللي لعبوا فيها زوز. اوكي، مش بشرط يكونوا معنا في نفس الفتره، معنا ينجم يكونوا كل واحد لعب في التسعينات، واحد لعب تو. الفريق اللي اون كوما بيناتهم. اوكي باه، اديني ما هو الفريق المشترك. سامحني، باستثناء مارسيليا، ما هو الفريق المشترك بين اوباما يونغ وايمن عبد النور؟ فيردر بريمن. لا، مازال عنده حق في محاولة واحدة أخرى. محاولة؟ أنت شو قول أنت؟ طب عنده زوز محاولات، معناها استعمل واحدة مازالت واحدة. موناكو، موناكو الفرنسي، برافو زيد. أنا خاطر في مخي لعب في سانتيتيان وعبد النور ما لعبش غير. هو سي أوباما يونغ، ما قاليش سي أوباما يونغ لعب في أربع إيكيبات فرنسيس. لا نحكي على الفرنسيس. فرنسيس لعب في ديجون، لعب في موناكو، لعب في سانتيتيان، ولعب في مارسيليا. تبارك الله عليك. اللاعب الثاني باستثناء الترجي الرياضي التونسي، باهي واضح، ما هو الفريق المشترك بين خالد العياري وعلي العابد؟ أنجي. لا، ريد ستار. لا، كل واحد مازال عنده محاولة. باري اف سي. باري اف سي، برافو زياد. يا ربي هي بب داي. قداش توا؟ فما طلعة 13-9 معنا 4 بوان، ومازالوا زوز أسئلة، زوز وعجين واضح، معنا كل سؤال على 2 بوان. جيبهم الزوز يوفا إكس، نعملوا سؤال فاصل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. استيسيد بالباك، ما حسيت. هذا أظن سهلين، رغم مازال الزوز. ما هو الفريق المشترك بين أريان روبن وسيسك فابريغاس؟ تشيلسي. تشيلسي اللي جابه صحيحة زيادة، برافو. فابريغاس لعب في تشيلسي، برافو. نسيتها، تلعب ترشيل في تشيلسي. ها ربحت يا ودي، ربحت. اي مازالوا زوز اسئلة، مازالوا زوز اسئلة. ها ما يحبونيش نربح. يا ربي هاكم مشاهدين، ها شو ما يحبوا ولاو زوز اسئلة تو كان سؤال. اما في كل حالات انت ايدي منوفه لما يا كره بحتي زي بلبكي. اوكي باه، شو هذا؟ مؤامره رحيم عليك. او باه، ما هو الفريق المشترك بين يايا توري وياسين مريح؟ اولمبياكوس. برافو، الاجابه صحيحه. قلبي مش كل الاسبيرونس، لا جيبش كل الاسبيرونس، بتقول يايا توري قد الشيء معناها شكيت معناها جيل تونس، ما تقول تنش سي اس اس والفريانة، ما تقول فيه بشيء والله. وناسي جملة كريم ليه، هو قال يا توري في بيش يقول معناها جوار على داخل في الأوروبا. لا في بيدي على أرسنال، خاطر برشا ينساوه الحكاية. لعب في أرسنال هو يا توري. يا توري لعب في أرسنال. لعب في أرسنال، لعب في أرسنال كله توري. يا توري لعب في أرسنال. مانيش عندك، عندي تصويره بالتونيو. ها نجم خويا حيكمل يسرقها الكولور، ذيك التونيو يسرقها الكولور. عم يمكن في الليجون. لا لا مستحيل، مستحيل عبد انا عاد احكي معي. مستحيل، انا اقول لك جا جل سبيروس معناها جل ريانا. تفضل خويا. باه، اللاعب الاخير، الفريق الاخير، الفريق المشترك بين كانافارو وماتيو كوفاسيتش. انتر، برافو زياد. كانافارو لعب عام، لعب عام واحد، خليت عام وثريز، وكان جاي نيستا في بلاصه، وتقلب شعره كان طويل، وشعره كان طويل وقت. لا حسيت، برافو زياد، ان شاء الله مبروك. برافو، لا لا برافو، هارد لاكس. ديما خارج هكا، هاكم خارجين من بعضكم تو، فرح بيكم. والله والله صحه زياد، ذا انتصار مش مفاجاه، ونجيبوا على الميدان. جيبوا على الميدان. وانا ميدان على الشفا يا ان شاء الله الرتور. شلوش على الميدان يا اخي، نحكي معك فيه. فوالا، يعطيكم الصحه الاولاد. خويا ميرسي ليك، انت شرفتوني. يا خويا يعطيكم الصحه، ومحليه الكونسيبت معناها، ومحليكم انتم الكيب الكل، ومحليه زياد زاد اخويا متالق كالعاده. مش مفاجاه الانتصار بتاعه اليوم،
وان شاء الله اخويا مزيان الكونسيبت حق كملوا فيه معناه وان شاء الله راهو فيه معناه نحاولوا نحسنوا كل مره ليه ليه لي. ان شاء الله هكا نديروا دي بروفيل اخرين معناه ونفرجوا الكل علاش ليه معناه وكوراج لك انت اخويا وسلموا على الكيب الكل الشباب اخويا رجل قلت رجل مراقب المباراه بعث القناه عندنا اخونا نتاع الفار اللي ما استعملش الفار نتاعو في بالي الفار ما غادي ما كنتش مستعملوش ولا بيخل والله راه <مش. تصفيق> قدام الكرو عرفت باش يقول لي هو بس ما 60 كرو راه تمام ما غادي تقول شي بيراتي بانكا معناه ولا لقطه رجعل تحيه الفريق التقني يعطيك صحة الصح زيد ميرسي رغب يعطيكم صحة يعطيكم صحة الوليد الكل بون دي فما زوز الوليد الكل شكون شكون الزوز خويا سامحني خويا احكي لك شو انا سامع ما نحكيش معاك نورمال مو خاطر ميرب ما عندكش حق رد مشكل حجامك بيه يعطيني 24 ساعة جست 24 ساعة يا صح مشكل حجام ولا وتفيت وكل وتوفيق من عند ربي والحمد لله ترينين عليه حتى تيران به نشوف باهي ارضك مش صحيح قديش نروح بها بعد ابنكم انا عادي برشا فازين احنا بنعمل صح صح ولا لا بروشين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في عوده بحذانا الاولاد الزوز ان شاء الله ترجعوا بحذانا مره اخرى نعملوا الريتور ان شاء الله والناس اللي تفرجوا فينا يعطيكم الصحه الناس الكل خليونا اراكم في الكومنتير وابوني وجيم تصبحوا على خير.